عالم المستديرة من وين نجيب كإدارة؟ اللعيبة دايرين وما في قروش زي لاعبنا ده. رئيس انت المدلعه. أنا؟ انت المدلعه ومدلعه دلع شديد صراحة يعني. أقول لك شيء، أنا ما بفضل بالدلع في النادي، العجب داير يلعب يلعب، والمعجب تفضل يمشي، في شنو؟ حريص لكن ما ممكن أنت بتدلع في اللعبة في الماتش الواحد حريص بتديه 600. الدلع وين أكثر من كده؟ والله أقول لك شيء أنا؟ هاي والله زومبو غايستاهل. هاي زومبو غايستاهل لكن 600 كثيرة يا ريس. ما فرحنا. هولا بان احنا. لكن أقول لك حاجة؟ أها. أنا بمشيله وبقنعه. إن بقيت تمشي معي تسكت بس بتكفي. أنا بمشي معك لكن ده تقنعه بكم؟ بقنعه بدي 50 ألف كان عجبه عجبه ما يلعب مع الكورة دي 50 في الكورة الواحدة؟ أي دي في شيء ما بيختلع عليك؟ أقول لك حاجة، هو كان لاقي لي شيء ولا لاقي له قروش؟ ما الكورة دي؟ هي لكن بال 50 ما بيختلع. يا أخي أقول لك شيء، تسكت تسكت وتمشي معي. كان بقيت ما تقدر تمشي معي وقعدت في مكانك. أنا بمشي معك رح بس بمشي معك إلا ما تتكلم. ده شرط ليه؟ لكن ما بيختلع. بقنعه يلا رح رح كفو. يا كوتش هاي. انا اداري في النادي ده نعم، انا رئيس النادي ده نعم، جبتني اي مسائل بتخص اللعيبه ومناقشتهم ماليا حقتي صح، فنيا حقتي، كرويا حقتي، حقتك نعم. خليني انا اخش وانا ناقش يا رئيس لكن ما بيقتنع. انت ما بتقتنع هو تخاطلك سكت. الله سكت. انا يا رئيس سكت. خليني اتناقش معانا. عيلي بتمرن في يوم ما فوق تمرين. والله ما بقصر. لاعب ما هين. والله والله تمام قصدي. يا سلام جبت من وين انت ده يا تعال يا زنبقة. والله والله تريان تريان. يا الله ما فيه كلام. كيف حالك يا كابتن؟ هرس ان شاء الله طيب. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله. جزاك الله خير. كيف؟ كيف حالك؟ تمام والله. يا اخي شايفين انك بتتمرن رغم انه الليله ما يوم تمرين. والله نحن الرياضه ما نقصر فيها. لا تب ما بتقصر. ايوه لياقته دي لازم يكون فل الفل. لا بالحين شنو؟ جاهز يعني. ماشي بين نصايحي. كل الحياه. ايوه. يا سلام. انا تمام. قلت لك هذا هو. اي. الكوره الاخيره دي شديت حيلك شديد. لا الحمد لله توفيق من الله. ايوه توفيق. توفيق من الله. انا بقدر اقول لك شيء يعني المساله وما فيها في ظروف بيعاني منها النادي. في صيانة. لا شايف شايف. لا إله إلا الله محمد رسول شايف الله شايف. يا أخي مالك يا سكت يا ريس. يا أخي مالك شايف سكت يا أخي بديك كف سكت بعضيك يا أخي سكت أنا يا ريس. بس حقيقة يعني في مسائل بخصوص نهضة النادي لقدام والدور الفات ده الحمد لله تم قصرته لكن ماليا نحن منتهين. طب عشان كويس إن شاء الله. هاي. لم يشيل البطولة الدوري السنة ده. المسألة بسيطة. هاي. أنا إحنا يا أخي ما عندنا قروش. تتحملنا ونتحملك. انا خديت لك 50 ألف تاخذها تك 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 هالسيبي ده حق شنو تقضي امورك والمباراه الجايه دي غلبته لك علي ده الحافز حق الكوره الجايه دي امسكها هاي مشي بها الامور 50 هاي قدرنا كتر خيرك يا اخي يا اخي سكت يا ريس يا اخي سكت قدرنا يا جماعه وانا قاعد اقصر انا كل مباراه اجيب 3 و4 ما تقصر وثلاثة وأربعة وخمسة نحن قصرنا؟ ها؟ السماء الأخيرة اللي أدخالك دي يا أخي ما قصرتوا أديتوني أديتوني 500 أديتوني 600 1000 جنيه أديتوني لا لكن أخت أقول له يا أخي 50 ما أعرف نجيب لك من وين 50 يعني نقول للناس تبرعوا لنا أخواننا في الشوارع ده حالة النادي عندنا 50 نديك لها مشي أمورك وإن بقيت غلبتها ليك علي كان ما أحس شنبيد أجيب لك قروش قلت شنو؟ يعني 50 50 يا دلع عندي ما في مشكلة. ايه. 50 50 جدا. زعلت ولا شنو كابتن؟ أنا ما زعلت يا كوتش. لكن كرة ال 50 بنعرف ليها وكرة ال 600 بنعرف ليها.